الخير على حضراتكم. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج امنيه مصريه. الفتره الاخيره مصر كان فيها حاله صحوه، وعي مجتمعي عالي جدا تجسد في انتخابات الانديه. الاقبال على انتخابات الانديه نقدر نعتبرها نموذج مصغر اللي مصر المفروض تشهده في كافه الانتخابات. بس الحقيقه قبل ما نتكلم في ده، انا عايزه اتكلم في الانفاق. ايه كم الملايين، لا مئات الملايين اللي انفقت في الدعايه والاعلان عشان انتخابات النوادي؟ الفلوس دي كتير قوي. انتخابات النوادي طبقا للاحصائيات للجهاز المركزي للمحاسبات وصل الانفاق فيها مليار وربع، مليار وربع اعلانات عشان انتخابات النوادي. طيب الفلوس دي اللي حطوا الفلوس دي بيستفيدوا منها ازاي؟ ما هو محدش بيعمل اعلان من غير استفاده. المفروض ان وظيفتهم في مجلس اداره النادي هي وظيفه خدميه مفيش منها اي استفاده. طيب ده بيحصل ليه؟ هل البعض عايز يغير حياته للافضل؟ هل الاولويه للوجاهه الاجتماعيه وان هو يتغلب على خصومه؟ طب ازاي وهي الوجاهه الاجتماعيه، او زي ما قيل ان طبعا الوجاهه الاجتماعيه وكونه في مجلس اداره نادي ده ممكن يفتح له ابواب كتير تنفعه في شغله. طب هل ده نموذج عادل ومظبوط للتعامل في الدوله؟ طيب الفلوس دي كلها هل هي كانت مؤثره على نتائج الانتخابات؟ يعني هل اللي صرف اكتر هو اللي نجح؟ الحقيقه لا، في ناس صرفت اقل ونجحت. وعندنا مثلا مرتضى منصور في الزمالك صرف اقل بكتير جدا من غيره، بس الخدمات اللي عملها خلت اعضاء النادي ينتخبوه. الانتخابات الاعلانات مش جوه النوادي كمان، ده في الشوارع، في الشوارع كلها، بحجة ان احنا بنشجع الناس للانتخاب. بس هي الحقيقة اكيد مش كده وبس. السؤال اللي هنحاول نعرف اجابته النهارده، ليه بيتكلف المرشحين كل المبالغ دي بيتكلفوها في الدعاية والاعلان للوصول لمنصب من المفترض انه تطوعي؟ وبالرغم من انتقادنا للانفاق الضخم اللي وصل الملايين على الدعاية والاعلان، لكن يبقى لدينا مؤشر واحد بس إيجابي، هو إن انتخابات الأندية عكست رغبة حقيقية للمواطن المصري في الإدلاء بصوته والمشاركة في صنع القرار. تمام. طب إحنا جايين النهاردة في انتخابات قادمة، هل الانتخابات القادمة السياسية سواء محليات أو رئاسية هيكون فيها نفس المشاركة؟ طيب خلونا نطلع نشوف تقرير ونرجع نكمل كلامنا، ابقوا معنا. قانون الرياضة صدر خلاص، في انتظار تصديق سيادة الرئيس، وان شاء الله نتوقع كل الانتخابات هتكون قبل 15/12/2017 سواء الاندية والاتحادات وبعض مراكز الشباب اللي هي اعضاء في الجمعيات العمومية. عندنا 204 مركز شباب اعضاء في الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، سيتم ايضا برضو انتخاباتهم هذا العام. تنافس محموم شهدته معركة انتخابات الأندية الشهر المنصرم، فلم يقتصر الأمر على إعلانات الأوتدور ذات الأحجام الهائلة التي عجت بها شوارع العاصمة، بل تخطى في بعض الحملات استهداف آليات دعائية ذات طابع سيكولوجي، فلجأت بعضها إلى تقديم كوبونات مسبقة الدفع لدى إحدى شركات التاكسي كهدية صالحة للاستخدام بعد يوم التصويت، وأخرى أعلنت تكفلها بسداد فاتورة طلب السيارات الخاصة المعتمدة على أنظمة تحديد المواقع GPS. كما أن رجال الأعمال وأعضاء مجلس النواب لم يتغيبوا عن المشهد الانتخابي في الأندية،
وتخطط الحملات الإعلانية للمرشحين أسوار الأندية وكأنها تستهدف المواطن في المجال العام ولا تستهدف أعضاء النادي فحسب. الأستاذ مرتضى أحمد منصور 26,000. أما عن حجم الإنفاق الدعائي والإعلاني فقد اتسم بالسخاء الغير مبرر، وذلك بحسب تصريحات أعضاء لجنة التسويق بوزارة الرياضة، فتخطت 1.25 مليار مسجلة رقما جديدا في تاريخ الحملات الإعلانية الموجهة لجمهور محدود. مقعد الرئيس محمود الخطيب. المثير للدهشة هو ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول أن في مصر 847 ناديا يبلغ عدد أعضاء جمعياتها العمومية ما يقرب من 3,300,000 عضو. أنفقت الحملات التي تستهدفهم انتخابيا ما يقرب من قيمة الإنفاق الدعائي المجمل في انتخابات مجلس النواب والذي بلغ 1,600,000,000 جنيه. ويبقى اللغز، إذا كان العمل في مجالس إدارات الأندية تطوعيا، ما سر هذا التنافس المحموم؟ طبعا مش محتاجة أقول لحضراتكم حجم الإنفاق، لأن ما فيش حد ما شافوش في الشوارع. زي ما شفنا في التقرير إن كان في انتخابات أندية استهدفت 3,000,000 عضو، وكان معظمهم ومراكز شباب، وكان كل الناس بتتكلم في الانتخابات وبتروح الانتخابات. سؤالنا في حلقتنا النهاردة، هل الوعي الانتخابي ده اللي موجود في الأندية هينعكس على الوعي الانتخابي السياسي في الفترة القادمة، وخصوصا ان مفيش رياضة في ظل عدم استقرار سياسي؟ وهنحاول نشوف الرأي السياسي بيتكون ازاي، هنحاول نشوف احنا وعينا السياسي وصل لفين، وهيكون ضيفنا الكاتب السياسي النائب البرلماني استاذ مصطفى بكري. نطلع فاصل ونرجع تاني ونشوف هنحقق امنيتنا ازاي ان كلنا نشارك في الانتخابات. ابقوا معنا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ومشرفنا في الاستوديو الكاتب والسياسي والعضو البرلماني المشهور الاستاذ مصطفى بكري. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. مشرفنا يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. مصطفى بيه، ينفع يتصرف 1.25 مليار على انتخابات الأندية؟ هل شايف حضرتك الصرف ده وهو عمل تطوعي طبيعي؟ شوف، أنا عايز أتوقف أمام هذه الظاهرة الحقيقة اللي زحفت إلى النوادي مجددا، يعني ما كانتش في الفترة الأخيرة موجودة، يمكن كان ده موجود في البرلمان وبعض الانتخابات اللي بتتم بشكل أو بآخر، ولكن دخولها واقتحامها لساحة النوادي وبهذا الشكل، ما يبقى النادي الأهلي بإعتراف المسؤولين عن الحملة الانتخابية صرف حوالي 200,000,000 جنيه. أيوه. السؤال صرفتها فين؟ أنا بعتقد أنه حجم الصرف لا يتوازى أبدا لا مع طبيعة النوادي ولا حتى مع المكاسب اللي ممكن تحقق من النوادي. المشروع. يعني يمكن بعض الناس بيصرف في مكان معين يقول لك عشان أعوضه بعد كده. أيوه. إنما إيه اللي بيخلي الناس بهذا الشكل؟ أنا بعتقد أنه دخول الفلوس إلى النوادي هو جزء من الانهيار اللي حصل في منظومة القيم المجتمعية خصوصا من بعد 2011. أيوه. بقيت بتتعاملي مع الناس بمنطق غير المنطق وبقيم غير القيم اللي كانت سائدة. استخدمت هذه الأموال في كل حاجة، في الإعلام، في شراء البرامج. أيوه. في تضليل الرأي العام في الأول دور، في غيره في غيره في غيره. تمام. في الفلوس اللي اتخذت كاش لدى بعض الناس. جميل. دي وقائع طبعا اتقالت كثيرا يعني. فالحقيقة يعني مثلا يمكن حجم اللي اتصرف على النادي الاهلي في السنوات اللي فاتت في تطوير النادي او غيره. أيوه. ما زادش على 200,000,000 جنيه. انت النهاردة بتيجي بتصرف في حملة انتخابية. طب يصرف ليه يا مصطفى بيه؟ ما انا بقولك الصراع الحاد جدا، احساس الناس انه ما تعرفش تشتري الدنيا الا بالفلوس، انك انت هتضل الرأي العام لما تبقى انت اللي مكتسح الساحة. وبالفعل في ناس اكتسحت الساحة اعلانيا ولكن ما نجحتش. بالظبط. اتنين،
إذا كان البعض بيقول إن ده كانت دعوة للجمهور عشان يجي ويشارك، طيب الزمالك صرف أقل بكثير، يعني المستشار مرتضى منصور كل صرفه 250 ألف جنيه حسب تصريحه. بس هو كان بيعمل خدمات للنادي خلت الأعضاء ومع ذلك تحبه. ومع ذلك رغم الصرف المحجم ده حضر في انتخابات نادي الزمالك 43 ألف، بينما حضر في النادي الأهلي حوالي 37 ألف 26.5%، والتاني كان حوالي 30%، يعني حتى النسبة ما اقدرش اقول انها وصلت لنسبة 50% او غير ذلك، وهي نسبة متدنية مع كل هذا الانفاق السخي. وعشان كده لازم يتحط قواعد للصرف في الانتخابات بتاعة النوادي. هو السؤال الفلوس دي يا فندم، الفلوس دي حياتك، انا استاذة اعلان، احنا بندرس ان الاعلان اللي بيتصرف لازم بيجيب عائد قد ثمن الاعلان ده مرات عديدة، يا اما بنعملوش. حضرتك بيجيبوا العائد ده منين؟ لا طبعا في رجال اعمال، وفي ناس كانت رجال اعمال كانت بتتولى ده من خلف الستار، يعني مثلا احد المرشحين جاب معاه اثنين من اكبر رجال الاعمال في مؤتمرات صحفيه. أيوة. ده واحد. نمره اثنين شخص رجل اعمال كبير كان واقف مع قائمه ضد قائمه. ايوه، لانه ابنه فيها، وقس على ذلك. يعني وجهه اجتماعيه؟ انا بعتقد انها وجهه اجتماعيه بالاساس، انا عايز ابقى رئيس النادي الاهلي، انا عايز ابقى كذا، انا عايز ابقى كذا. وجهه اجتماعيه، وفي ناس طبعا نفسها تخدم. اللي ما بيصرفوش واللي ما بيقدموش كل هذه الاموال في هذا السفه الكبير، بعتقد ان نفسهم يخدموا. يعني مرتضى منصور، المستشار مرتضى منصور نجح عشان خدماته. أيوه. وعشان الانشاءات اللي عملها. أيوه. وعشان نقل نادي الزمالك من حاله الى حاله. تمام. الكابتن محمود الخطيب نجح لان الناس ارادت ان تغير، وهو صرف اقل من المنافس طبعا طبعا، لكن اختارت وفق معايير اخرى. فمن هنا رغم الدور اللي قام به الكابتن محمود طاهر في يعني عمل نقله نوعيه في النادي الاهلي الحقيقه، لكن عند اختيار الناس، الناس بتبقى عندها معايير للاختيار بتاخدها هي الاساس بغض النظر عن الاموال اللي بتصرف. طب حضرتك الوعي الانتخابي في النوادي تفتكر حضرتك ده هينعكس ايجابي على الوعي الانتخابي في المراحل السياسيه المقبله؟ شوفي دايما الانتخابات بتحكمها عده اعتبارات. واحد الاعتبار القبلي، فلان ده من قبيله كذا يبقى القبيله كلها تطلع له. ماشي. اثنين اعتبار الاعجاب، الكاريزما، فلان ده موجود وراجل بيخدمنا وراجل كذا هنطلع له عشان ننجحه. ايوه. وممكن يكون في واحد نازل قصاده معاه فلوس لكن الناس ما وانا فاكر في حملتي الانتخابيه كانت الناس طلعت يوم الانتخابات في مظاهره ضخمه ضمت الاف البشر عشان اتوزعت بطاطين من مرشح المنافس، فالناس طلعت. حياتك بتنفق كتير في انتخاباتك؟ ابدا بالعكس، لان انا ما بنفقش خالص، يعني اقصى حاجه صرفتها 60,000 جنيه، انما الناس بتشيل للانتخابات. فالناس طلعت تحرقني يقولوا ايه؟ ليله سوداء ليله طين على اللي جابوا البطاطين. والله؟ لان كان في مرشح بيوزع بطاطين فاعتبروا بالشكل ده. فتشوفي طبيعه الناس، لانه حاسس انك انت ممكن تخدمه، لانه حاسس انك انت قريب منه بيقف معاك. انا فاكر في ناس كتير جدا رفضت رشاوي انتخابيه كبيره جدا من عائلات كبيره، قالوا لا الكلام ده مش عندنا. يعني حضرتك الاعلان والبذخ مش دائما بيكون هو سبب فوز المرشح؟ لا لا طبعا، في ناس صرفت وفي ناس اعلنت كثيرا، ولكن معايير المواطن والمواطنه مختلفه تماما عما يتصور البعض ان هو اساس نجاح اي حد، لا ده مش موجود. حضرتك متوقع المشاركه في الانتخابات السياسيه القادمه سواء محليات او رئاسيه هتكون بنفس القوه بتاعه المشاركه في انتخابات الانديه؟ شوف يا فندم، ده متوقف على المنافسه. إذا سي مثلا إذا نزل الرئيس من غير منافسة هتلاقي نسبة الإقبال أقل، عشان حاسين نتيجة محسومة. خلاص نجح. إنما في منافسة هتلاقي الناس موجودة. يا مثلا لو جه واحد من الإخوان مثلا أو من التيار الأصولي ونزل قصاد الرئيس، هنا القلق سيسود الناخب ويقول لك الدولة المدنية ده ممكن يرجعوا كذا، فلابد إن هطلع، فبيلاقي نفسه طلع، لانه هنا بيطلع دفاعا عن الدوله المدنيه وحرصا
على الراجل اللي متبني فكرة الدولة المدنية في مواجهة الآخرين. نمرة اتنين هي البرنامج كمان. برنامج الانتخابي. لابد ان يكون في برنامج قوي وبرنامج جزء منه فئوي. مثلا لما تقول لي والله انا هعمل كذا كذا للمعلم في الفترة القادمة. ايوه. مثلا لما انزل لتفصيلات البرنامج ده بيخلي المعلم يطلع اكتر من اي حاجة. نمرة اتنين انك لما تتكلم مثلا عن مشكلة زي مشكلة مثلا اهلنا في النوبة. ده يخلي الناس كلها تطلع. فالناس دايما بتنتظر الانتخابات لترى صورة المستقبل. انت هتعمل لي ايه؟ انت عملت لي ايه خصوصا لما يكون موجود؟ مثلا تمام. الحالة بتاعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانا الحقيقة بحضر مؤتمرات بتتعمل في محافظات عديدة. انا بشوف حجم اللي بيجوا يشاركوا مش قليل، يعني كنت في البحر الاحمر لسه من ايام كان عدد الموجودين في ناس بتشارك فعلا، كان معاد موجودين مش اقل من 10,000 واحد في المؤتمر وموجودين وعندهم نوع من الحماس الشديد. ليه؟ فسالت واحد يعني بقول له ليه؟ ايوه. قال لك الراجل ده هو اللي انقذنا من الاخوان، والراجل ده عمل برنامج يبقى لازم يكمله. قلت له طيب ايه رايك؟ ما في الاسعار بقت صعبه. أيوة. وزادت الامور دي. قال لي يا استاذ مصطفى شوف ليبيا، هو من عندنا من جنا هناك بس شوف. أيوة. ليبيا يا استاذ مصطفى جنبينا، الدنيا هناك غير ما نتوقع. ايه يكون عندي فلوس وعندي ملايين ومفيش امن ولا استقرار؟ هحط فلوسي جنبي ومش هطلعها. فهكذا رؤية الناس، وهكذا الناس لديها وعي متقدم إزاء القضايا الوطنية والمشاكل المجتمعية وإحساسها بالخطر على بلدها. خلي بالك احنا مرينا بمرحلة صعبة للغاية، يعني مثلا في الانتخابات اللي تم سنة 2000 وآخر 2011-2012 أنا واخد أعلى أصوات في الجمهورية، واخد 376 ألف صوت في الدائرة اللي أنا بمثلها. فاستغربت إيه الحكاية ليه الحجم ده كله؟ حضرتك نفسك اللي استغربت. ليه الحجم ده كله طلع؟ طلعوا الحاجتين. ايه بقى؟ لان كان في منافسي واحد طبعا كان الاخوان موجودين نازلين، بس منافسي كان سلفي. فالناس طلعت بكثره عشان تقف معايا. فانا خدت على مستقبلها. اللي طلع حوالي 600,000 من مليون وحاجه بسيطه. ايوه. السلفي ده خد 102,000 وانا خدت 376,000. ايوه. فالناس لما بتحس بالخطر او بتحس ان في مرشح معين مثلا ممكن تفقده بتطلع، بتبقى موجوده ووعيها بيتقدم. والفتره دي بالذات كانت فتره الفوضى 2011-2012، فتره فوضى في البلد، فالناس خايفه على البلد. يقول لك هات فلان ده يتكلم، هات فلان ده يتكلم، الحريصين على الدوله الوطنيه يتكلموا. لذا تلاقي صحيح ان الاخوان اكتسحوا في الوقت ده لان ما حدش كان عارفهم هم مين ولا هويتهم ايه، كانوا بيقدموا نفسهم على انهم ضحايا لانظمه عديده، انما وعي الناس ما زال موجودا. طب راي حضرتك ايه في فصيل كبير من الشعب يقول لك انا مش هشارك او انا هبطل صوتي؟ طب ليه؟ عشان انا مش مقتنع باي حد من المرشحين. اما تيجي حاجه تساله طيب ما ليه ما قعدتوش مرشح ليكوا؟ ما تلاقيش عندهم حد. راي حضرتك ايه في الفصيل ده؟ بصي دي بتبقى يعني ظاهره حزب الكنبه زي ما بنقول. بس حزب الكنبه لما بيحس بالخطر بينزل. حزب الكنبه هو اللي حرر مصر في 30 يونيو، هو اللي طلع الشارع، هو اللي مشي. جزء كبير جدا من الموضوع ده في بالذات في مناطق اخرى، مثلا تيجي تشوفي مثلا قبيله معينه في مكان معين. ايوه. ما حدش خد منها حد ولا ملهاش مرشح. مش لاقي اللي يشجعها على انها تنزل. يقول لك خلاص ما احنا ما لناش حد يبقى مش لازم ننزل. اثنين، بعض الناس اللي ممكن تبقى ساخطين او غضبانين من مرشح معين ما عمل لهمش حاجه بفتره فاتت. ايوه. يقول لك والله ما طالع. واذا كنت ما كانش في حد تاني منافس كويس وينفع انا ما طالع ده ولا ده. لكن دي بتبقى ظاهره مرتبطه بفتره زمنيه محدده. يعني احنا بنطلب ديمقراطيه ولا نمارسها؟ ما هو اللي بيعترضوا ان هم يروحوا الانتخابات او يبطلوا صوتهم دي بتبقى اكتر ناس تتكلم عن الديمقراطيه. ولما تيجي حاجه تتكلم معاهم يقول لك ما انا صوتي ملوش قيمه. طيب يعني تفسيره ايه؟ للاسف بعض الناس يعني دايما يتكلم بهذا المنطق، انا صوتي هيعمل ايه؟ بالعكس صوتك وصوت الاخرين هو اللي بيعمل ده. اثنين، انه بعض الذين يتحدثون عن الديمقراطيه هم اكثر ناس ضد الديمقراطيه. يعني تلاقي شعارات كثيره بتطرح ولما يجي يمارسها ممارسه عمليه ما بيبقاش ديمقراطي، عشان كده الناس بتروح قلب عليه. أيوة. دي حاجة. الحاجة الثانية الكذب.
يعني مثلا السيد فريق احمد شفيق اعلن انه حيترشح ماشي ايوه في الامارات ايوه اعلان رسمي وانا أيوة. كذا وعندي برنامج عشان احل المشاكل كذا وكذا وكذا وخلاص حسمت الموضوع تمام يجي القاهره لسبب معين هو عارفه الناس اخرين عارفينه ايوه يطلع يقول لا انا لسه بفكر في الموضوع ولازم اشوف الارضيه ولازم اشوف كذا ولازم اشوف كذا طب ما انت اعلنت قبل كده طيب مثلا ده تفسيره ايه عند حضرتك عايز اقول لحضرتك انه دايما التردد والكذب والادعاء ومحاوله تزييف الحقائق المواطن بيبقى عارفها كويس قوي يعني مثلا انا كنت اتمنى مثلا سياده فريد شفيق وهو قاعد بره يتكلم على مشاكل مصر زي ما طب ما تيجي هنا داخل مصر وتكلم أيوة. انما قاعد من هناك تقول انا كذا ولازم نغير وديمقراطيه و و طب ما انت سايبنا واحنا قاعدين سنوات واحنا بنقاتل هنا والرئيس بيقاتل وجيشنا بيقاتل طب هل بجيبه هنا. مصر دلوقتي في التوقيت ده معناه انه بيتبع المنهج اللي حضرتك قلت عليه انه يجي يشوف اللي هو عايز اللي عايز يقوله يشوفه من مصر ما جاش بإرادته ما جاش بإرادته طبعا طبعا مهما قال نسمع تصريحات بنته ونسمع تصريحات المحامي بتاعه ايوه قد روح الى من دوله الامارات الى مصر وجاء الى هنا والامور بدت واضحه وكان لازم هو او غيره يعرف ان البلد دي فيها مؤسسات وفيها اجهزه قويه وعارفه كل حاجه فيعني الحقيقه اللي انا عايز اقوله انه كثير من الذين يدعون انهم ديمقراطيون هم في الحقيقه غير ذلك واذا تبوأوا المقعد اصبحوا شيئا اخر ووجها اخر ايوه فالسؤال ليه احنا يعني نكذب على الناس الكذب على الناس يفقد الناس الثقه في انها تطلع بره تانية خلاص مظبوط انا اطلع لك ليه انت كذبت عليا مظبوط لكن لما تبقى في نوع من الصراحه والوضوح انا الحقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بيطلع ويقول يتكلم عن مشاكلنا الاقتصاديه أيوة. يقول ليس امامنا سوى الاصلاح الاقتصادي والوضع كذا 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 وهيحصل كذا وكذا مسبقا وعلى فكره قال الكلام ده قبل ما يترشح قال الكلام ده قبل ما يترشح وقال ما قدامناش خيار وضع اقتصادي لابد ان تحقق اصلاحات اقتصاديه وهذه الاصلاحات الاقتصاديه جزء منها تحرير سعر الصرف ايوه والا احنا كنا افلسنا وكنا اشهرنا افلسنا لما واحد يقول بالشكل ده وهو داخل على انتخابات انا بحترم مصداقيته حتى لو حد اختلف معاه لكنها مصداقيه انا بصارحكم بالوضع احنا وضعنا كذا 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 وما فيش حل غير كذا وممكن الحل ده يتعبكم وانا حاسس ان الاسعار ارتفعت وقس على ذلك فالمصداقيه في الوعود الانتخابيه مهمه جدا طب لما يجي حضرتك مرشح في الانتخابات ويبدا يدي وعود حضرتك ازاي المواطن يكون عنده وعي ان ده صادق او كاذب شوفي انا عايز اقول لحضرتك انه الناس مش عبيطه الناس فاهمه والناس فاهمه الشخصيه وفاهمه تركيبه الشخصيه وفاهم اللي بيطلق وعود في الهواء وفاهم اللي بيتحرك بمنطق وبيقول يا جماعه انا مش هقدر اعمل الا كذا، الناس بتحترم الصادق حتى لو ما ادهاش وعود، ده واحد. نمره اثنين التجارب التجارب انا خدتك دوره انتخابيه برلمانيه التاريخ في في التجربه في المره الثانيه لا انت كذبت عليا انا مش عارف انا ما بثقش فيك انت قلت هعمل وما عملتش ما عملتش انت قلت هحضر وابقى موجود معاك في الدائره وما بقتش موجود في ناس للاسف ممكن تبقى ادت وعود انها تبقى موجوده وهتعمل كذا وتعمل كذا جات على ارض الواقع لا بقت موجوده ولا قدرت تعمل ايوه حتى لو كان ده ضد ارادتها ولو ان مفيش حاجه اسمها ضد ارادتها في مثل هذه الامور لكن في النهايه المواطن خد قناعه بان الشخص ده لا يصلح ان يمثلني مره اخرى الاعلام يا فندم حضرتك شايف ان الاعلام اوقات بيصنع ابطال لا يستحقوا البطوله دكتورة احنا مرينا في الفترة اللي فاتت من بعد يناير 2011 بما يمكن تسميته بتزييف وتضليل وعي الناس وده الجيل الرابع من الحروب ان تستخدم الاعلام تستخدم القوى الناعمة لتزييف وعي الناس لتفكيك المجتمع لاغتيال الرموز الوطنية يعني مش معقول مثلا سي انا ممكن ان اتبهدل على الفيسبوك بس لما انزل الشارع حاجة تانية او لما ادخل انتخابات حاجة تانية هذه الإزدواجية تعني أن هناك من يضلل أن هناك لجان إلكترونية معينة عايزة تقول وتغتال الشخصية احنا بعد يناير كان الخطة الممنهجة اغتيال كل الشخصيات الوطنية كلها ليه؟ ليه استبدالها بعناصر جديدة العيال اللي تربت في صربيا وتربت في أوكرانيا وتربت في لندن وتربت في قطر
ايوه الجيل ده، الجيل ده اللي بيمثل قوة ناعمة في هذا المجتمع هو الجيل الذي عهد اليه بتفجير المجتمع من الداخل. احنا شفنا في 2011 ايوه انه بعد حتى ما تم الانتصار شفنا مجموعات من الشباب بتطلع وتقول يسقط حكم العسكر، مظاهرات مليونيه يدعو وكذا، والشارع ينزل. الشارع كان بينزل معاهم ليه؟ لسببين. إيه السبب الاول هو التضليل للراي العام، الحقوا ده المشير عمل كذا، الحقوا ده هيزيفوا الانتخابات، الحقوا كذا كذا، ده واحد. نمره اثنين، ثبت من تقرير لجنه تقصي الحقائق في الفتره من فبراير 2011 الى نوفمبر 2011، التقرير اللي قالته دكتوره فايزه بنيه كانت وزير التعاون الدولي في هذا الوقت، ايوه، انه قد صرف على هذه المظاهرات مليار و200 مليون جنيه من المعهد الديمقراطي الامريكي، المعهد الجمهوري الدولي الامريكي فريدم هاوس. مليار و200 مليون جنيه اتصرفوا على مظاهرات البلطجه اللي احنا شفناها. فاصبحنا عايشين في حرب داخليه نتيجه هذا التضليل، في الاسره في حرب طبعا، في مشاكل، في انفلات اخلاقي، في انفلات قيمي. عندما يعود المجتمع الى توازنه الحقيقي كل الظواهر دي بتنتهي. فاحنا خلقنا ابطال من حيث لا ابطال. أيه. على فكره العيال اللي كانوا موجودين دول يطلعوا اتنططوا شمال يمين، ما حدش فيهم يقدر ينزل الشارع دلوقتي. حدث تغير في الراي العام، حدث تحول في الراي العام نتيجه الممارسه، نتيجه الوعي اللي اكتسب، نتيجه التجارب اللي حوالينا، نتيجه كشف هويه هؤلاء. انتوا مين؟ لما اجي اشوف واحد من هؤلاء واقف مع كوندليز رايس واقول له انتوا دعمتوا مبارك وانتوا كذا وانتوا كان لازم تسقطوا من اول مره، لان الهدف لم يكن تغيير نظام، الهدف هو اسقاط دوله. ومن هنا الرهان على وعي الشعب المصري، وعي الشارع المصري المنتمي والمرتبط اللي لفظ الاشكال دي وحافظ على كيان الدوله المصريه. حياتك مصر طبعا اعدائها كتير واعداء النجاح اكتر. ازاي ما يتكررش تاني التضليل للراي العام سواء في الانتخابات المحليات او الانتخابات الرئاسيه في الفتره اللي جايه؟ بص حضرتك، اولا لازم نبقى واعيين وعلى يقين ان كل من يقف ضد مؤسسات الدوله المصريه لا يتوجب الثقه فيه. وانا بضرب مثال بواحد كان يطلع يتنطط شمال ويمين قبل كده، ولما جه يعمل فرح او يعمل عيد ميلاد ابنه ولا بنته جاب تورته مكتوب عليها يسقط حكم العسكر. ده مين يا فندم؟ حازم عبد العظيم. اه فوجئنا بعد كده انه بقى بيقود حمله الشباب لدعم الرئيس، ثم بعد ذلك انقلب وبقى يقول والله ده انا نادم على كذا وانا كذا، عشان ما خدش منصب معين مثلا. أيوة. وقيسي على هذه الامثله كثيرين. الناس دي ما يهمهاش الدوله ولا مؤسسات الدوله ولا المصداقيه، الناس دي يهمها انها طرف في اجنده، هذه الاجنده هدفها ضرب ثوابت الدوله الوطنيه. ومن ثم انا بقول ان احنا علينا ان نتعظ وان الفرز الحقيقي حصل في الفتره الماضيه، خلاص بقى طالما حصل فرز ما نقعدش بقى نتصور انك هتحتوي فلان ولا علان. مش هتحتوي حد، لن تستطيع ان تحتوي، لانه ده في الجينات، اللي بيتآمر بيفضل متآمر طول عمره، يغير لونه زي الحربايه. لكن اللي مع الدوله الوطنيه انا ممكن، انا في زمن مبارك اختلفت مع مبارك واتفقت معاه تمام، ولكن ما خونتهوش، ولكن في نفس الوقت عمري ما اعتديت على ثوابت الدوله الوطنيه في كل حياتي. تعال اقول مصطفى بكري ايد هنا، اختلف هنا، بس عمرك ما تقدر تقول لو وقفت ضد الشرطه ولا ضد الجيش ولا ضد القضاء. مش مطلوب ان انا ابقى اسطمبه واحده مع فلان ضد كذا، لا. عندما تكون الرؤيه متفقه مع مصالح الدوله الوطنيه انا معاك. لما تعمل مشكله مع هذه الثوابت ومع الممارسه الفعليه اللي المفروض تبقى منحازه للشعب انا ضدك. ده مش معناه ان انا مع اسقاط الدولة، انا مع تعديل او تغيير النظام او احداث اصلاح في النظام. دول لا تمام. دول ضد الدولة، اللي بيطلع يقول يسقط حكم العسكر، اللي بيطلع يقول لك الشرطة مش عارف ايه، اللي بيطلع ده نمط تاني. ده نمط يعني واحد حصل له مشكلة مع ضابط شرطة، تاني يوم يقول لك الشرطة عادت الى ما قبل 25 يناير. يا عم عايز ايه بالظبط؟ انت عايز تهد يعني؟ ما احنا ما انهارت في 28 يناير وبقينا بندفع الثمن. جهاز الامن الوطني او جهاز مباحثة من الدولة دخلتوه واقتحمتوه، بقينا بندفع الثمن. فلازم الناس يبقى عندها وعي واحساس ان البلد دي لو وقعت في 104 مليون هيتشردوا، هيروحوا فين؟ الناس دي مش مسؤولة. انت معاك جواز سفر دبلوماسي ولا معاك جواز سفر خارجي ولا ليك حد بره؟ بس في 100 مليون مصري ما لهمش حد. بس هي المشكلة ان حتى لما بيكشف هؤلاء البشر اوقات بتتهم الدولة انها بتكشفهم
عشان ما يبقاش في منافسة. بص يا فندم، انت لو قلت صوابعك شمع هتتهمي برضو. عشان كده احيانا لما كان بيتاخد موقف ضد منظمات مجتمع مدني يقول اصل رد الفعل العالمي. انا بديك روايه. اتفضل. في يوم من الايام في سنه تقريبا 2008 او 2009 2008 ديفيد وولش السفير الامريكي الاسبق عمل هنا ادى طلع مليون دولار وزعه على 4 منظمات مجتمع مدني. فانا علنا كده فانا رحت كاتب مقال في جريده الاسبوع وقلت ازاي ده يحصل، لابد كذا ولابد في الدوله لازم تتدخل. كلمني سكرتير رئيس الجمهوريه في هذا الوقت حسني مبارك. أيوه. وقال لي الرئيس بيقول لك تمام المقال ده تمام. شيء رائع. قلت له الله، طب ما الرئيس يتحرك، طب ما يدي اجراءات ضدهم. ايوه. هو ليه بنعمل كده؟ يعني لازم يبقى فيه على الاقل موقف معين من خلاله تستطيع انك انت تاخد موقف. ايوه. فدايما الاحساس المتزايد بان فلان الدوله العالم هيبقى ضدنا او فلان ده لو قلت عليه كذا هيعمل كذا، لا ما ينفعش. انا في دوله لها ثوابت، انا في دوله لها قرارات، فيها قانون وفيها دستور. اللي يخرج على القانون والدستور ده لما يكون بتاع يتخذ ضده اجراء. ما ينفعش. التوازن في مثل هذه الامور يمس الامن القومي. انا حتى مقابله سفير، يعني انا افتكر في سفير امريكي سابق كان تقريبا قبل مارجريت سكوبي قبل مارجريت سكوبي جه عمل حوار هنا في قناة دريم، كان مع الأستاذة منى الشاذلي. فبتقول له في النهاية يعني إيه أمنيتك؟ قال لها كان أمنيتي إن أنا يعني أشوف مصطفى بكري. كان ممكن يجيني السفارة أو كان ممكن أروح له المكتب. كنت عضو مجلس الشعب في الوقت ده. لكن للأسف ما عملش. فأنا كتبت له مقال في الأسبوع قلت له شكر الله سعيكم. قلت له أنا مش ضد أي مواطن أمريكي، لكن أنا ضد السياسة الخارجية الأمريكية. انا ما اقدرش اقعد معاك لاني بحس ان ايدك ملوثه بالدم. نتاج السياسه الخارجيه الامريكيه اللي عملته في العراق واللي عملته في فلسطين واللي عملته في لبنان. أيوة. واللي عملته في كذا وكذا وكذا كذا. فانا عايز اقول لك التمسك بالثوابت. لو العالم كله وقف ضدك. التمسك بالثوابت. لازم. والا هنقع ننهار. لازم يبقى في بوصله واضحه. البوصله دي انا معاها وانا ماشي في السكه. فلان وقف ضدي صاحبي هقف ضده لان البوصله بتقول لا. الثابت يقول لا. الدولة ومصلحة الدولة هي الأساس. يعني أحمد شفيق صديقي جدا. أيوة. ولكن عندما أخطأ كلمت بكل صراحة بكل وضوح. حضرتك شايفه أخطأ. طبعا طبعا. هو قاعد يعتذر امبارح لما كام يوم لما عمل حوار قاعد يعتذر. لكن في أمور لا يتوقف فيها الاعتذار بأي حال من الأحوال. إنما اللي أنا عايز أقوله أنه البلد دي بتاريخها بجغرافيتها تستحق ان احنا نتمسك بثوابتها وندافع عنها ونقف دائما مع كل ما يؤدي الى تقدمها ونهضتها. التمسك بالثوابت. نطلع فاصل ونرجع نكمل تاني، ابقوا معنا. ورجعنا لحضراتكم تاني ونرجع للتمسك بالثوابت يا فندم. نعم. امتى هيبقى المجتمع المصري متمسك بثوابت أهمية المشاركة الانتخابية؟ شوف أنا عايز أقول لك يعني حتى في ظل ما قبل يعني ما قبل 23 يوليو 52 صحيح. أيوة. إن الانتخابات كان لها معايير مختلفة عن الحالي، ولكن لما جه جمال عبد الناصر في سنة 56 وأعطى المرأة المصرية الحق في الانتخاب. أيوة. كان ذلك يعني إنك أنت بتفتح كل آفاق المستقبل نحو مشاركة مجتمعية أكبر وأقوى. تمام. الناس تخرج عندما تشعر أن هناك خطر ضد الدولة زي ما حصل قبل كده. يعني أيوة. يعني الرئيس يوم ما اتقال يوم 26 يوليو يوم 24 أو 26 يوليو أنه أنا عايز تفويض، خرج الشعب المصري كله، خرج حوالي 40 مليون. من وين يجون الناس دول؟ إحساسهم بالخطر. إحساسهم بالخطر في فترات يعني بدون إحساس بخطر مش هيبقى في مشاركه سياسيه كافية. لا في مشاركه ولكن ليس بالحجم. انا ضربت لك مثل في نادي الاهلي والزمالك طبعا. ودول نوادي النخبه يعني كل الاعضاء فيهم متعلمين ومثقفين وابناء طبقه متوسطه وابناء طبقه عليا. ايوه. يروح 30% او يروح 26%. على فكره هذه ليست ظاهره مصريه، هذه ظاهره عالميه. حتى في الانتخابات اللي بتتم في الولايات المتحده الامريكيه وفي غيره وفي غيره. أيوة. ليس حجم المشاركه بالقدر اللي مفترض ان يكون. لا ما في العالم كله طبعا. يعني ما بيوصلوش ل 50%، ما بيوصلوش 50%. أيوة. احنا في انتخابات الرئاسه طلع من عندنا حوالي 25 مليون واحد.
لماذا؟ تمام. رغم ان المرشح الرئيسي اللي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي أيوة. كنا ضامنينه ناجح ناجح ايوه، لكننا اردنا في هذا الوقت ان نقول له احنا معاك بقوه وعنفوان لانك تواجه خطرا. طب ساعتها يا فندم يعني احنا لما نزلنا كلنا انتخبنا السيد الرئيس ما كانش عندنا خوف، احنا كنا مطمنين زي ما حضرتك قلت ان هو ان شاء الله جاي وان هو موجود، بس نزلنا ليه؟ ما هو نزلنا لعدة اعتبارات. الاعتبار الاول رد الجميل لهذا الرجل انه انتصر لنا في 3 أيلول. مظبوط. الاعتبار الثاني تفويضه مره اخرى ولكن في الانتخابات الرئاسيه. الاعتبار الثالث رساله للخارج الذي كان يعتبر ان ما حدث هو انقلاب في هذا الوقت. احنا قلنا عندنا رئيس جمهوريه منتخب وانتخبناه بنسبه لا تقل عن 97%. مظبوط. فده يعني الصوره اللي احنا شفناها واللي عشنا فيها لفترات كانت مرتبطه باحداث ومرتبطه بتوقعات ومرتبطه، وعشان كده انا بقول لك في الانتخابات الجايه اذا ما كانش في مرشح منافس هتلاقي نسبه الحضور مش كتير. هيقول لك الرئيس ناجح ناجح، هننزل نعمل ايه؟ ايوه مطمنين للنتيجه. مطمنين. حضرتك طبعا نائب الصعيد، المشاركه في الصعيد في الانتخابات الحقيقه في السنوات الاخيره الصعيد بيشارك في الانتخابات بايجابيه وعدد المشاركين بيزداد من كل مرحله للمرحله اللي بعدها، سببه ايه يا فندم؟ شوفي ابناء الصعيد رغم الظروف الاجتماعيه اللي احنا عارفينها فيهم ورغم نسب الاميه الزايده والعاليه لكن عندهم حس وطني. حس وطني ده بيعبر عن نفسه حاجتين، حس اجتماعي وحس وطني. حس الاجتماعي هو الانتماء القبلي، اجي مثلا اشوف في مركز معين في 3 قبائل مثلا في قبيلتين او في كل قبيله فيها 1 أو 2 مرشحين. تمام. ماشي. هو طالع عشان قريبه ده ينجح باي شكل من الاشكال. بس حضرتك نجحت في حلوان وحضرتك من هنا. معلش ده الخطاب السياسي، هنا الخطاب السياسي. الخطاب السياسي وبرضه ما لا تستطيع ان تتجاهلي فئات اجتماعيه عديده ومتعدده. لان الخطاب السياسي كان هنا خطاب ذو طابع وطني، ذو طابع قومي. استخدمت فيه كلمات لجمال عبد الناصر، تجربه جمال عبد الناصر ان حلوان منطقه عماليه وفيها فئات اجتماعيه عديده ومتعدده، صعايده وبحروه وابناء من اصل البلد وكده. فاصبح اصواتي ما بتاخدش بس الصعايده، تاخد صعايده وتاخد بحروه وتاخد الناس من حلوان البلد والتبين وكفر العلو والناس دي كلها كان طرف وبتديني اصوات ليها. لكن خلي بالك دايما في الصعيد اذا لم تكن هناك شخصيه ذات طابع وطني قومي يعني مثلا افتكر زمان انا كان عندنا مكرم عبيد. ايوه. رغم ان مكرم عبيد قبطي ولكن كان بينجح في الصعيد ومحدش يقدر في جنة محدش يقدر يقف قصاده. لماذا؟ صاحب تجربه، راجل مناضل، راجل الناس عارفاه كويس قوي، راجل واعي الناس، فكان بينتصر على القبليه. تمام. في هذا الزمان بتبقى القبليه عامل مهم، موجوده في حتت كتيره جدا وبتبقى يعني من العوامل اللي بتساعد على المشاركه الانتخابيه. حضرتك شايف ايه الدور اللي المفروض الاعلام يقوم بيه في الفتره القادمه للتوعيه لاهميه المشاركه؟ شوفي حضرتك، اولا الاعلام يعني عاش فتره من التضارب والتناقض في الفتره الماضيه. أيوة. واحنا كان في عندنا اعلام للاسف كان اعلام ضد الدوله وليس مع الدوله، وشفنا لو بالذات في الفتره اللي كنت تجيب العيال المجنن العيال العيل يقعد كده حاطط رجله في وشك كده على طول. أيوة. الثائر المناضل مش عارف ايه. الاعلام ساعد في نمو هذه الشخصيات وفي اشهار هذه الشخصيات، وكانت بحقيقه عندها قدر من سلاطه اللسان واهانه الرموز واهانه الدوله بشكل حقيقه كان يستفز اي حد في الشارع المصري. ده واحد. الامر الثاني انه الاعلام باعتباره قوه ناعمه الدوله ظلت في الفتره الماضيه بعيده عنه. ماشي؟ ايوه. حتى في الحساب يعني فاكر الرئيس السيسي لما طلع قال انا هشتكي لكل الشعب. مظبوط. وما اشتكناش للشعب. لانه المساله كانت بين حاجتين، يعني بين ان دي تجربه لابد ان تنمو رغم انها تجربه قديمه من زمان. ايوه. وبين ان الناس هتراجع نفسها. لا حد راجع نفسه ولا حققنا المستهدف من الاعلام، وعشان كده يمكن بنشوف اليومين دول في قنوات كتير بتشترى من هنا او من هنا. طب ليه؟ هل ده بناء على الاحساس بان يكون هناك خط وطني واضح ومحدد؟ ايوه. طيب اوكي انا موافق على ده بس ما يكونش على حساب المهنيه، ما
ما يكونش على حساب الرأي والرأي الآخر. ده اللي كنت عايز سؤال عايز أسأله لحضرتك. مهم جدا. يعني حضرتك كنت تقصد هنا ما بتقول إعلام ضد الدولة، لكن ممكن يكون معارض ومش معناه إنه ضد الدولة. أنا مع ده. أنت عرض عرض رئيس الجمهورية، عرض رئيس الحكومة، عرض أي حد، بس ما تعرضش مؤسسات الدولة. أيوة. أو ما تساعدش على تدمير مؤسسات الدولة. أنت عارف إن الخطة اللي جاية من بره دي هدفها تفكيك الدولة المصرية. جيمس وولسي رئيس أيوة. المخابرات المركزية الأمريكية الأسبق قال عشية الحرب على العراق سنة 2003: العراق هدف تكتيكي، السعودية هدف استراتيجي، ومصر هي الجائزة الكبرى. غيروا التخطيط، قال لك لا نبدأ بمصر بعد العراق ما انتهت. ما عرفوش، فدخلوا على سوريا أيوة. دخلوا على ليبيا، وقس على ذلك تفككت هذه البلدان. هل احنا مستعدين ان الاعلام، ما احنا شفنا الدور اعلام زي قناة الجزيرة عملت ايه. قناة الجزيرة هي اللي حرضت على الفوضى في العالم العربي، هي اللي حرضت على العنف والتحريض والارهاب في العالم العربي، هي التي حملت رسائل الارهابيين الى الناس، اسامة بن لادن، الظواهري، اللي هي اللي كانت بتلعب هذا الدور. فاحنا علينا ان نبقى حريصين جدا في الاعلام ياخد حريته، لكن ضمن ثوابت الدولة الوطنية من حقنا ان يكون هناك رأي ورأي اخر. ما انت لو امنت الاعلام كله مش هتعمل حاجة. بالظبط. هيبقى كله صوت واحد، الناس هتسيبك وتروح على القنوات المعادية. ايوه. فنفك، نسيب الناس تتكلم وتقول رأيها وتقول بحرية وتنتقد الحكومة وتطالب بشيل فلان وعلان، لكن ضمن اطار حماية الدولة الوطنية. حضرتك شايف ان المواطن المصري بيقف أوقات عائق ضد تفعيل الديمقراطية كاملة بتكاسله؟ شوفوا طبعا يعني في ناس عدم مشاركتها في الحياة السياسية وعدم مرستها لحقها في التعبير، وأحيانا لا مبالاة بالنسبة له. وعلى فكرة دي كلها حالات مؤقتة. أنا الحقيقة بعد اللي حصل في 30 يونيو يعني لازم نغير رؤيتنا الحقيقية. مصر اختلفت لهذا الشعب طبعا. يعني لما الناس تطلع في 30 يوليو معناه الناس بتشارك، معناه الناس واعية، معناه الناس حافظت على هوية الدولة الوطنية، معناه الناس طلعت بصدورها لمواجهة الإخوان. أنا فاكر يوم 30 يونيو أيوه. مشينا من نقابة المحامين لنقابة الصحفيين لميدان التحرير، من ميدان التحرير رجعنا تاني، خدناها ماشي في 4 ساعات ونص لغاية ما وصلنا للاتحادية، وإحنا ماشيين الستات العواجيز المشاهدين ينزلوا معانا قاعدين أيوه. يعملوا ناس راكبة على كراسي، يعني واحدة شايلينها بكرسي وماشيه معانا. حصل طبعا. ده الشعب المصري. اللي مش عارف الشعب المصري يعرف الشعب المصري ملهوش كتالوج. الشعب المصري وقت الخطر تلاقيه. الشعب المصري حافظ على هويته الوطنيه جدا ومستعد في حياته فيها، وعشان كده اي حاكم بيستهين بالشعب المصري الشعب المصري بيستهين بيه. طب حضرتك احنا داخلين على انتخابات المحليات. نعم. والحقيقه يمكن جزء كبير قوي من الفساد اللي بنتعرض له في بلدنا الحبيبة جاي من المحليات. نعم. فإحنا عندنا فرصة كبيرة إن انتخابات المحليات يبقى فيها تطهير لفساد كرنجوح. شوفي طول عمر المحليات هي أس المشاكل. تمام. وطول عمر المحليات كل يوم بنكتشف قضايا فساد، أغلب قضايا الرقابة الإدارية هي محليات. فساد المحليات. وكان في يوم من الأيام الدكتور زكريا عزمي وكان رئيس الجمهورية قال الفساد ما وصلش للركب، ده وصل للرقبة. يعني مسألة بقت صعبة جدا، وللأسف ده موجود ومعروف الشخص ده ليه تعريفة معينة، الشخص ده ليه كذا، إذا حبيت تفتح محل، إذا حبيت تعمل كذا بالشكل ده. تمام. أنا رأيي طبعا المحليات الجاية لابد من انتقاء الناس جيدا، الناس لازم تبقى كويسة، لأن المحليات الجاية هي اللي هتعمل رقابة شعبية على رؤساء الأحياء وعلى المناطق كلها المختلفة أو في المحافظة أو غيره. أيوة. أو غيره وغيره. مهم جدا الناس تطلع تشارك، مهم جدا الناس تقدم عناصر جيدة. هنبقى احنا محتاجين حوالي 54,000 شخص، دول ممكن يمثلوا كوادر حقيقية في الشارع المصري، دول ممكن يبقى لهم قوتهم الحقيقية في التواصل مع الناس، دول ممكن يحلوا مشاكل ناس كتيرة جدا موجودة على أرض هذا الوطن. فلازم نحرص على ده كويس. هل حضرتك شايف ان المعايير الموضوعة للمرشحين كافية؟ المشكلة مش في المعايير، المشكلة في الممارسة وانتقاء الأشخاص. ما انت بتقول مثلا نسبة كذا للشباب ونسبة كذا للمرأة، مش دي القضية، لكن من هي المرأة؟ من هو الشاب الذي سيأتي؟ هل هتجيب ناس لمجرد معارف بعض كده هتدخل دخل فلان ودخل عشان ابن عيلة، ولا هتجيب كوادر حقيقية تلعب دور مهم جدا في انتخابات حرة وديمقراطية تقدر تمارس ممارسة حرة؟ حضرتك متوقع في المحليات ان هيكون في مشاركة انتخابية كافية؟
طبعا انا اعتقد هتبقى مشاركه كبيره لان العدد كبير، ولان لما تيجي تاخد من قريه اربعه هتلاقي كل القريه طالعه لك. انا اتوقع. طب وهنا بتكون القبليه اللي حضرتك اتكلمت عنها مش بتكون اوقات سبب في نجاح من لا يستحق نتيجه قبليته عن ما يستحق؟ طبعا دي ظاهره موجوده في المجتمع المصري وفي مجتمعات عديده جدا. فلان عشان هو بس ابن فلان عمده ولا شيخ كذا ولا من القبيله بتبقى له هو الاولويه. هي دي ثقافات ودي السعيد. ودي سبب مشكلتنا الاساسيه الحقيقه، ولازم نغير ثقافتنا. تغيير الثقافه بحيث ان انا اختار الانسب والافضل اكتر ما اختار ابن العيله. ده هو اللي هيساعدني وده هو اللي هيعمل لي شغل. عايزه ارجع تاني بعد اذنك لانتخابات الانديه والبسخ. اللي اتقال في لما سئلوا الصرف ده كله ليه، فالمنفعه اللي جايه اتقال طبعا ان دي واجهه اجتماعيه وان ده بعد كده بيعود ببعض المصالح. يقدر يقابل مسؤولين، يقدر يعمل مش عارف ايه، يقدر يمشي اموره. مش ده فيه يا فندم عدم مساواه وظلم لاي حد له حق بس مش عارف يوصل للمسؤولين او عارف يقابلهم؟ طبعا للاسف. لذا يعني في نوادي عديده جدا الذين صعدوا وتولوا رئاسة النوادي دي إما أنهم كبار رأسماليين، إما أنهم عندهم فلوس بيعرفوا يصرفوها كويس، وإما أنهم بيبحثوا عن دور. الدور ده مرتبط بمصلحة برضو، يعني خلي بالك يعني مش بس الوجهة الاجتماعية أنا رئيس النادي كذا، لكن لا أنت بتبقى رجل أعمال بتبقى لك مصالحك. وأنت رايح عند مسؤول معين في مشروع مثلا مصنع كذا ولا مصنع كذا بتاخد أولوية فيه. بالظبط. المسؤول عارف أنك أنت رئيس النادي الفلاني فقس على ذلك. يعني انا بعتقد طبعا يعني للاسف دي ده مرض موجود فينا، لكن بالتاكيد يعني علينا ان احنا نتكلم وعلينا ان احنا نقول وعلينا ان احنا نكشف هذه الظاهر. حضرتك بالنسبه للاحزاب، المفروض كانت الاحزاب الفتره السابقه اعدت مرشحين ليها. هي فين الاحزاب الاول؟ بالظبط فين الاحزاب يا فندم؟ احزاب بقت كلها احزاب وسط البلد، شقة ومجموعة أفراد يجتمعوا أو ما يجتمعوش. زمان في أيام الأنظمة السابقة كان بيتقال إن الأحزاب ما بتقدرش تنزل مظاهرات ولا غيره لأنه النظام مانع كذا وكذا. للأسف في هذه الفترات كانت الأحزاب أقوى من الحالة اللي إحنا فيها. أيوة. في حالة تراخي، في صراعات من الداخل كتيرة. فين الأحزاب؟ معقول عندنا 108 حزب؟ 108 حزب هو حزب الكل مصري؟ يعني 108 حزب دول يعملوا إيه؟ شقة وجايب جرايبه وناس ومش عارف ايه، تعالى يا ابني نعمل حزب عشان تبقى برضه واجهه اجتماعيه وعشان اعرف احقق مصالحي واعرف اقابل المحافظ واقابل المسؤول الفلاني وعلاني. ده ايه يعني 5000 واحد؟ ده بقى يشتروا الاستمارات شراء. امضي يا ابني استماره وخد 50 جنيه. وفي النهايه انا رئيس حزب وادعى واحضر اللقاءات بتاع السيد الرئيس واتقص على ذلك. فلازم نبقى واعيين ولازم نبقى فاهمين ان الهدف من الحياه الحزبيه انك توصل للسلطه. أنا عندي في أمريكا حزبين رئيسيين، عندي. أيوة. في بريطانيا، عندي في فرنسا. لأن ده ممكن يوصلنا للمنافسة اللي حضرتك أشرت إليها، فالمشاركة الانتخابية تزيد. لكن طول ما مفيش منافسة لا حياة سياسية بدون حياة حزبية، لازم يبقى في حياة حزبية قوية، ولازم يبقى في كوادر هدفها البلد وهدفها إنها تنمي حزبها. يعني إحنا قبل 52 مثلا وكان في الوفد وفي السعديين وكان في صراع حاد وفي صراع سياسي والناس بتقدر توصل. أيوة. طبعا. فترات اخرى عشناها يمكن بعد تاسيس الاحزاب بعد 77 برضو كان في سخونه. ايوه. لماذا نتراجع للخلف؟ ليه بقى؟ ده السؤال عايز اجابته. بصي احساس الناس اولا بالملل، احساس الاحزاب انها ما بتوصلش للسلطه، ما فيش غير حزب واحد بس مثلا سي الحزب الوطني الديمقراطي. بس الوضع اتغير دلوقتي. الوضع اتغير، لكن انا كنت بتمنى ان يكون في حزب للدوله المصريه. حزب للدوله المصريه، حزب قوي. ايوه هيساعد الاخرين انهم يتحركوا. انما دلوقتي للاسف يعني اما احزاب صنيعه سلطه. ايوه. واما احزاب بتلعب في مسرح بلا افق سياسي. مصر اختلفت الفتره دي. حضرتك شايف اختلفت ايجابي في بعض الحاجات واختلفت كمان سلبي. حضرتك شايف ايه السلبيات في حياتنا السياسيه اللي احنا بنواجهها دلوقتي؟ شوف نمرة واحد ايجابي احساس الناس بان البلد. بالزبط. في خطر وانه لابد ان يتصدى المصريون وان يحرصوا بشده على بلدهم، والدليل في ذلك يوم ما جماعه الاخوان وقوى عديده اخرى دعت يوم 11/11 للخروج في مواجهه القرارات الاقتصاديه رفض الناس يخرجوا. اوعى تفتكر ده من عنديات الناس ولا خايف ان في عساكر بره ولا بتاع. لا. ده قناعه بان
هذا الرجل رئيس الدولة بيعمل من أجل تحقيق كذا وكذا. ده واحد. نمرة اتنين إحساسهم إن دي أزمة وهتعدي. لا، نمرة ثلاثة إحساسهم بالخطر، لو طلعوا ما يعرفوش الأمور هتمشي فين، ما يعرفوش الفوضى ممكن تقود إلى فين، وما يعرفوش مين اللي هيركب المظاهرات في هذا الوقت. مظبوط. ما أنت وأنت ماشية ممكن تلاقي واحد بلطجي ركب المظاهرات، تعالى نحرق، زي ما حرقوا المجمع العلمي وحرقوا حاجات كتير جدا. أيوة. ومسارح وسينمات ومحاكم. هي دي كانت الوطنية ولا كانت دي الثورية؟ طبعا مش ممكن بأي حال من الأحوال. طبعا لا. فأنا بعتقد إنه من السلبيات اللي إحنا عايشينها ما زلنا الاتكالية. نمرة اتنين تصديق الشائعات أحيانا. نمرة ثلاثة ما زال البعض كأنه لا يثق في شيء، لسه يعني تقال له كلامي يقول لك يا عم ده المقصود كذا. يا موجودة الفئات الموجودة الثقافي إنه ما بيتقلناش الحقيقة أبدا. يعني كمان خطأ الناس في مفهومها للحرية. انت متصور ان الحرية ان انا كل يوم اغير حكومة وكل يوم اشيل المسؤول وكل يوم كذا كذا. انت متصور ان الحرية ان انا اشتم في الاعلام، وانت متصور الحرية ان انا ما راعيش مؤسسات الدولة ولا المرحلة التاريخية اللي احنا بنعدي فيها. كل ده طبعا سلبيات نتجت نتيجة حالة الفوضى اللي عاشتها البلاد في الفترة اللي فاتت، حالة الفوضى اللي كان ممكن تؤدي الى اسقاط الدولة لولا وجود جيش مصر. انا فاكر ايوه مرة بقول المشير طنطاوي يعني ربنا يحفظه، فبقول له فندم داخل بقى انا متغاظ قوي يعني عن المظاهرات في شتيمه الجيش في شتيمه كذا. بقول له فندم لازم يبقى في اجراء، ازاي تسيبوا الناس دي تعمل كذا وتحرق؟ قال لي مصطفى لو اطلقنا رصاصه واحده لا تقول لي سوريا ولا ليبيا، البلد مش هنخلص. فلابد ان احنا نحرص على بلدنا ونحرص على شعبنا، وشعبنا ده عظيم. عندما يتبين الحقائق كل حاجه هتيجي وتستقر، راهن على الزمن وقد كان رهانه صحيحا. طيب نرجع تاني للمشاركه الانتخابيه يا فندم، هل ما فيش طريقه ان الناس تجبر على المشاركه؟ لان حتى لو كان ده عن طريق اي قانون يفعل ان يكون في اي مخالفه لا بيشاركش في الانتخابات، لا احنا عندنا لغايه ما الناس تحس ان ده حقها الديمقراطي. احنا عندنا الغرامه 500 جنيه على اللي ما بيطلعش الانتخابات، ما بتطبقش. بالظبط، هو تفعيل الموضوع، هو الإرادة السياسية، ودي لازم نعملها في الانتخابات دي. اللي أيوة مش هيطلع يتغرب 500 جنيه بقرار من النيابة العامة. عمرها ما هتنفذ طول ما الناس مش واخدة انها تشارك الانتخابات. لازم تنفذ، لازم تنفذ، لان ده لمصلحة البلد ولمصلحة الناس. انت لما تطلع انت بتمارس حقك الديمقراطي، انت لما بتطلع بتختار الاختيار السليم، لما بتطلعش انت بتسيب الدنيا فوضى، اي حد يضرب اي ارقام واي حد يعمل اي حاجة. فأنا رأيي أن الحل الوحيد في هذه المرحلة هو تطبيق تفعيل قرار الغرامة اللي هو 500 جنيه وتحصل فوريا وما نستناش. طب حضرتك كنائب برلماني بتفسر بإيه أن قرارات بتطلع وقوانين بتطلع ولا تفعل؟ مفيش إرادة سياسية، في بمعنى؟ في غياب للرؤية والوعي وحتمية يعني تنفيذ أي قانون. يعني مثلا اديك مثال، يعني الرئيس قال عندما استشهد الشهيد هشام بركات النائب العام، كان ده من فتره يعني، انفعل يومها وقال الى متى تبقى العداله، الى متى تغيب العداله الناجزه، خلصونا. ايوه. للاسف لم ياتينا قانون تعديل قانون الاجراءات الجنائيه الا من شهرين، الا من شهرين، وعلى ما جه راح بعد كده مجلس الدولة. الإرادة السياسية موجودة يا فندم، ما هو قال إلى متى، يعني إرادته السياسية في تفعيل هذا كانت موجودة. ما هو قال لماذا التباطؤ؟ آليات الحكم وآليات إصدار القرار وآليات إصدار القانون للأسف يعني فيها اتكالية شديدة جدا. فقانون زي ده جالنا بعد كل هذه الفترة ولسه هنناقشوه وهناخد لنا فترة فيه، وقيسي على ذلك كثيرا. أيوه. لابد أن تكون هناك إجراءات صارمة وسريعة لإصدار القوانين وتبني تنفيذ القوانين. يعني ما تطلعليش قانون وتركنه على جنب، ما تطلعليش قانون الإرهاب وتركنه على جنب، ما بقاش عندك قانون محاكمات عسكرية وما تديش الناس محاكمات عسكرية. لابد انك تفعل كل ده، لان انا بعتقد مصلحة الدولة النهاردة. انا الناس تقول لك ايه في الشارع مثلا، هم قاعدين يعلفوا في محمد مرسي ومحمد بديع وخالد شاطر من كذا سنة، ده عشان يعدموا الجدع اللي اسمه حبارة ده. ايوه. قعد 3 سنين ونص يتحاكم، 3 سنين وهرب فيهم مرتين، لولا يعني قدرات الامن وان جابه كده بالصدفه يعني كان في احد شوارع البساتين. انما انت ما تاخرش، عداله الناجزه بدها تطبق،
قانون إحالة المحاكمات العسكرية نتيجة الاعتداء على منشآت عسكرية في وجود ضباط جيش أو شرطة أو رجال أو فرائض أو غيره، قانون الإرهاب لابد من أن يطبق. وقس على ذلك، أنت كده تبني مجتمع، أنت كده تدي إشارات صحيحة للناس، لكن ما تديهمش إشارات خاطئة أن بتصدر أحكام إعدام في مثلا حكم صدر من شهر 4 وحكم تاني صدر ضد 6 من شهر 6 اللي فات نهائي من محكمة النقض. طب ما طبقتهمش يا عم ليه؟ سيبهم ليه؟ بقى كل يوم عيال يموتوا في سينا وفي كل حتة وانت سيبهم برضو بيتلفوا في السجون. ده حكم نقض نهائي بات ونهائي، المفروض على طول تاخدهم وتعدمهم. طيب ليه ما بيحصلش ده؟ اسألي بقى، اسألي. انا بسأل معاك، انا بسأل وبقول ليه يحصلش؟ مفروض يحصل، مفروض يتم، مفروض يكون في حسم في مثل هذه الامور. يعني فضلنا نقول طيب اصله محمد مرسي ما خدش حكم البات. لا طيب، ايوه في ناس خدت حكم بات ونهائي، تمام، في 7 دلوقتي واخدين حكم بات يتحبسوا، ده المفروض انهم يتسجنوا على يعدموا هو ده المفروض يتم. لكن ما تبقاش المساله يظهر قدام الناس على انه الله الناس دي قاعده، ما هي اللي بتحرض، ما هي اللي بتقتل، ما هي اللي بتعمل، ما هي اللي بتسوي. فلابد ان يبقى في اراده سياسيه لتنفيذ هذه الاحكام. الجيل الجديد يا فندم، حضرتك شايف ان احنا محتاجين في مناهجنا وفي اسلوب تعليمنا ان احنا نعلم الاولاد اهميه الراي السياسي ويكون لهم نشاه سياسيه مختلفه عن اجيالنا احنا اللي اتعلمت بيها عشان يشعروا باهميه الراي؟ بصي احنا غبنا عن الشباب كتير، غبنا عن الشباب كتير. انا فاكر زمان واحنا صغيرين كنا نروح منظمه شباب اشتراكي يجيبونا كده يشحنونا من جنة ومن بلاد التانية دي كده لغاية هنا نيجي في معهد الدراسات الاشتراكية في حلوان، وبعدين اللي يفهم كويس بيودوه معهد الجزيرة، وكنا بنحضر وبنحضر ندوات ونعرف يعني ايه معنى الانتماء الوطني. انا بس مش عايز نكفر بالشباب، يعني ما نقولش دايما ان الشباب مش واعي. بنشوف حاجات مش ما تعجبناش، وفي حاجات كتير ايجابية جدا. انا اضرب لك مثال، اتفضل. كان في شاب اسمه محمد المعتز رشاد. أيوة. محمد ده شاب طالب في كلية إعلام في جامعة أكتوبر للأداب والعلوم الحديثة. أيوة. الشاب ده أبوه الدكتور المعتزر العميد الدكتور معتز رشاد مستشفى القوات المسلحة بالمعادي. أيوة. الشاب ده راح التحق سنة 2014 بالقوات المسلحة، راح في مركز دهشور هنا. أول حاجة عملها راح قال للراجل بتاع القائد بتاع المركز أنا عايز أروح رفح. فقال له ده مش تبعنا، ده تبع الجهاز المركزي بتاع التنظيم والاداره بتاع القوات المسلحه. ايوه. قال له تكلمهم ان انا عايز اروح رفح. يا ابني سيب ده مش بتاع. قال له لا تكلم. انا عايز اروح رفح. لغايه ما راح. ايوه. وراح ولما جه اول زياره. ايوه. قعد مع ابوه، ابوه ضابط جيش كبير، يعني يقدر يحطه في اي حته مثلا لو عايز يعني. فقال له انت فين؟ قال له انا موجود في قناه السويس في تامين قناه السويس. دخل رفح وكان معاه زميله اسمه صلاح، وكانوا الاثنين حاجه جميله جدا في العمليات الفدائيه وفي غيره وفي غيره. أيوه. ضد الارهابيين، لغايه ما كرمه القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع الفريق اول صدق صبحي. أيوه. تكريم كان هو وقائد الجيش الثاني. وبعدين في يوم من الايام وهو طالع يعمل عمليه اتفجرت الدبابه اللي راكبها هو واخرين. لا إله. عدد منهم استشهد وده اصيب بجراح شديده جدا. ايوه. نقلوه لمستشفى رفح ثم مستشفى المعادي ثم نقلوه بطائره لمستشفى القوات المسلحه في المعادي. ايوه. يشاء العلي القدير ان والده كان ماسك النبطشيه في اليوم ده فجابوه. ايوه. فوالده طبيب جاي هو وكونسولته بيشوفوا الحاله دي، ففوجئ ان ده ابنه، ما بقاش مصدق. طبعا. حصل امتى؟ ازاي؟ طبعا. ازاي؟ وفين؟ جاي منين؟ فقالوا جاي من رفح. قال لهم لا ابني في قناه السويس. قال لا جاي من رفح دلوقتي وفي عمليه فدائيه وكذا وكذا. ظل يعالج فيه الى ان مات بين يديه. بعدها صلاح جه وجاب الخطابات اللي سابها محمد ابنه. عامل خطاب ابي العزيز ارجوك سامحني انا كذبت عليك ولم اقل لك، لم يكن امامي من طريق الا ان اثار لمصر ولكل الشهداء، فذهبت من خلفك الى رفح وقاتلت الارهابيين وانجزت امورا كثيره حتى حدث لي. انا اكتب لك هذا الخطاب يا ابي، بالتاكيد لن تقراه الا وانا شهيد.
بين يديك، وأرجوك أن تراعي أخي أحمد وأختي تسنيم وخطيبتي يا حبيبي. ورحل جه الرئيس كرمه وكرم والده في مارس اللي فات، ده شاب خاطب من هو الطالب في الكلية، عنده أمال وعنده طموحات وعنده، ومع ذلك ما راحش لأبوه قال له يا بابا وديني هنا في شؤون معنوية أو وديني في أي حتة، ذهب بنفسه وقاتل وضرب مثلا للشباب. فأنا عايز أقول ما نكفرش بالشباب، في شباب وطني كتير جدا، ما نكفرش بالعيال الثلاثة الأربعة اللي احنا بنشوفهم دول ممكن يطلعوا في فضائيات ولا غيره ويخبط في كل حاجة، لا شبابنا بخير وشبابنا محترم وشبابنا وطني، واللي عايز يشوف شبابنا يروح سينا يشوفه ازاي. مصطفى بيه أنا مش عارفة أشكر حياتك ازاي، حوارك أكثر من رائع. ربنا يخليك يا فندم حقيقي، يعني احنا استمتعنا بيه جدا. الله يخليك. مش هلاقي أجمل من اللي حياتك قلته أنهي بيه حواري. اللي استشهد واللي مات واللي دفعوا تمن حريتنا دمهم، أقل حاجة نعملها إن احنا كمان ناخد حقنا ونشارك في رفعة بلدنا. مصطفى بيه شرفتني يا فندم. شكرا لك يا فندم. واتمنى نشوفك دايما معانا في أغنية مصرية. شكرا. نشوفكوا الحلقة الجاية. تصبحوا على ألف خير.